60 قارئا من الفئة الناشئة الواعدة يتسابقون على لقب القارئ الصغير طوال شهر رمضان المبارك. يشارك في كل حلقة 3 متسابقين، ويتأهل متسابق واحد فقط للمرحلة الثانية، حتى يصبح عدد المشاركين 20 متسابقا، ويتأهل بعدها متسابق واحد في كل حلقة، حتى يصبح عددهم 6 مشاركين، ليتأهل 3 منهم فقط يتنافسون على لقب القارئ الصغير. انتهت المرحلة الثالثة التي اشتدت المنافسة بها، وأسفرت عن تأهل 6 مشتركين، وهم محمد رياض، أحمد عادل، عبد الله الزاع، عمر الدلال، محمد مطيع، جاسم حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عينسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت تبارك الله فيك، تلاوتك طيبة، وما شاء الله يمكنك الاهتمام أكثر بأدائك وتنويع النغم أكثر إن شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله عليك يا أحمد، صوتك كانت طيبة، ولكن تحتاج إلى ضبط من ناحية التجويد، وإن شاء الله تدرب عليها مع مدرسك في المركز، وأتمنى لك كل التوفيق. ما شاء الله عليك يا أحمد، أنت ما دام وصلت المرحلة الثالثة فأنت أصلا يعني فائز. أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن
جعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما شاء الله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فتح الله عليك يا محمد. ما شاء الله يا محمد لديك نغم جميل وطيب وتلاوة مؤثرة، وأنصحك بكثرة الاستماع لكبار القراء لتستفيد أكثر ولتطور أدائك أكثر بإذن الله. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك يا محمد، تلاوتك كانت طيبة مؤثرة. لجنة التحكيم تأثرت بهذه التلاوة. مثل ما قال أخوي الشيخ علي، تحتاج أنك تسمع حق مشايخ أكثر وقراء، وبالإضافة أنك تركز على ناحية التجويد، ناحية اتزان التلاوة. أتمنى لك كل التوفيق. ما شاء الله عليك يا محمد، يعني احنا فخورين بمستواك ومستوى يعني زملائك المتسابقين. يعني نتمنى منك أكثر وأكثر، أنت مستواك ممتاز لكن احنا نبي أكثر وأكثر. تستمر مع مدرسك وإن شاء الله تعالى نشوفك في أعلى المراتب. بارك الله فيك، أحسنت يا محمد. من المستويات القوية المشاركة معنا أيضا في هذه المرحلة الثالثة قبل النهائية، الطالب أحمد عادل والطالب محمد رياض. أحمد عادل لديه صوت جهوري وصوت قوي، ويعني محمد رياض فيه جماليات في صوته من ناحية العرب، من ناحية تنويع المقامات. والقراءة في هذه المرحلة يعني كانت المقاطع تقريبا ليس هناك فرصة للتمرن عليها والتدرب عليها كما في المراحل السابقة، فهذا الذي أظهر وفاضل في المستويات في هذه المرحلة، وقد تفوق الطالب محمد رياض على أخيه أحمد عادل في هذه المرحلة.